بعد عندنا مستشفيات اخرى وعندنا مراكز صحيه، يعني نحاول نسوي التوازن شويه ان شاء الله. هذا واجبنا. شكرا. احنا بنقدم شيء نقدم لبلدنا لمحافظتنا ضمن امكانيات بسيطه. انا اعرف دعم ماكو، موازنة ماكو، تشغيلية ماكو، كلها نعرفها. اليوم تشرفنا بزيارة إلى مستشفى موصل العام. خلال الزيارة التقينا بسيد معاون مدير المستشفى الدكتور راغب. طبعا خلال الزيارة جلبنا معنا بعض المساعدات الطبية والإنسانية اللي نقدمها لأهلنا ولأساتذتنا ودكاترنا في هذه المستشفى. المساعدات شملت بعض المعقمات والديتول وكذلك قفازات والكمامات، طبعا بعض الأجهزة الطبية، النظارات ووقاية العيون وما شابه ذلك من الأجهزة أو من المعقمات. هذه جزء يسير الذي نقدمه كخلية أزمة تابعة للجبهة التركمانية الفائر الموصل لجميع مستشفانا إن شاء الله وجميع مراكز الصحية. نحن نوجه نداء من خلال المنبر بالميسورين وكذلك سيد المحافظ ومدير عام صحة نينوى بالتفاته كريمة لهذه المستشفى، لهذه الشريحة، لتقديم ما يمكن تقديمه من الخدمات، لأنه مدينة تمر في أزمة ضمن أزمة جائحة الكورونا. إن شاء الله نتمنى أن محافظة نينوى تبقى بيضاء خالية من جميع الأمراض. تشرفنا اليوم بزيارة طيبة من الأستاذ لقمان الرشيدي عضو الجبهة التركمانية فرع الموصل العراقية فرع الموصل، وقام الأستاذ لقمان متكرما بتزويدنا بعدد من المستلزمات الطبية الخاصة بعمل المستشفى، فشكرا جزيلا له ونتمنى المزيد إن شاء الله.